بالنسبه للحله الاولى او للفكره الاولى شنو هي؟ كما كتعرفوا اننا في عيد الاضحى كناخذوا هكا شوايه اللي كتكون جديده، ولا كناخذوا هكا قطبان اللي كيكونوا جداد. شنو كنديروا لهم؟ كما كتعرفوا ان ملي كنشروهم جداد كتكون فيهم واحد الريحه، اللي الريحه يعني الريحه ديك الريحه اللي كتكون فيهم ما كتكونش زوينه، ريحه الحديد ملي كيكونوا جداد كتكون فيهم واحد الريحه اللي ما زوينهش بزاف. باش نتخلصوا انا من ديك الريحه شنو كنديروا؟ واخا كنغسلناهم بدوك المواد ديال التنظيف كديك الريحه ما كتبقاش كتزول، شنو كنديروا؟ ملي كناخذوهم جداد كناخذوا نص ديال البصله هكا صافي، وكندوزوا على شويه كامله في هاد البصله ديالها، كتساعد بزاف باش ان دوك ديك الرائحه كتحيد بسهوله تامه، ما كتعذبناش باش اننا نحيدوها. شوما تندوزوها على شويه كامله، تندوزو على ديك البصله كتحكوها مزيان هكا البصله. وبالنسبه للقطبان حتى هما باش هما تحيد منهم ديك الريحه حتى هما كتحكوهم بالبصله، كتاخذوا نصف البصله بحال هكا كتستعملوها انتما، تدوزوا عليهم ديك البصله، تاكدوا انكم دوزتوا على المسامر كاملين صافي. ومن بعد كتعاودوا تغسلوهم بمواد ديال التنظيف اولا كاشي شكا، وكتشللوهم مزيان بالماء صافي، وكتحتفظوا عليهم راه كيبقاو زوينين، وما كتبقاش فيهم ديك الريحه ديال الحديد اللي كتكون معاهم ملي كنشريوهم. بالنسبه للحيله الثانيه اللي هي شنو هي؟ هو الطريقه باش تغسلو. كما كنعرفوا اننا كنشويو فيهم يعني 3 ايام مثاليه ولا 4 ايام مثاليه على حساب كل واحد، ومنين كنشوفهم المره الاولى والثانيه والثالثه كتبقى لاصقه لينا يعني في كل شويه كتبقى لاصقه لينا واحد الطبقه ديال الدهون وديال الشحمه اللي كتكون خايبه، وديك الطبقه ديال الدهون راه كتجمع ميكروبات وكتجمع بزاف ديال الحوايج، فلذلك خاصكم ضروري انكم منين تساليو منها ضروري انكم تنقيوها وتغسلوها باش تعاودوا تستعملوها المره الاخرى. الا جاب الله ساليتو منها وخليتوها راه كيجيكم حتى التنقيه ديالها كتجي صعيبه وتلصق فوق هذاك الشيء، ما كيبقاش كتولي موسخه وما كتبقاش صالحه للاستعمال يعني المرات المقبله. شنو كنديروا باش اننا نحافظوا عليهم؟ اول حاجه كنديروا هي ملي كنساليو الشواء ديالنا يعني كنكونوا طيبنا فيهم وشوينا فيهم كيكونوا موسخين، هادو راه باقيين جداد، كناخذوا شي كلينكس بحال هكا وتندوزوه على كل طيب هكا. اول حاجه تنديروها وهما باقيين يعني باقيين موسخين تندوزوا عليهم، مثلا كل واحد بوحدو تندوزوا عليه هكا كلينكس بحال هكا ولا شي زيف، ولكن من الاحسن انه يكون كلينكس هكا، لان الا استعملنا شي سربيت ولا شي حاجه دوك الشحوم تيلصقوا لنا في ديك السربيت، يعني ديك السربيت خاصها تلاح ما خاصهاش تبقى منين كيكونوا لاصقين فيها دوك الدهون وداك الشيء كامل. بالنسبه للشوايه حتى هي شنو كنديروا؟ تناخذوها منين كنساليو منها هكا كنمسحوها، هانتوما كنمسحوها كمزيان من دوك الدهون ودوك ديك الشحمه اللي كتكون فيها صافي، حتى كنحسوا بها انها تمسحات. من بعد شنو تنديروا لهم؟ تناخذوا شي بانيو هكا اللي كيكون كبير تنحطوا فيه هادو، كنحطوا فيه حتى الشوايه، كنزيدوا ليه كاس ديال الخل، خل ابيض كتستعملوا اولا غير نص كاس ديال الخل، وكنديروا معاهم هاد بيكربونات الصودا راه كتكون راه موجوده في لي فارماسي، الثمن ديالها ما غاليش بزاف. هاد بيكربونات الصودا الصراحه راه غتسهل عليكم بزاف ديال الماموريه في هاد العيد هذا، كما كتعرفوا بحال هاد الاواني هادو ديال الشوا الكوكو شحال من حاجه تديروا فيها كيلصق لكم داكشي لتحت، كتبقاو حك 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 وما كيبغيش يتحيد داكشي. الطريقه اللي كديروا شنو هي؟ كتاخذوا شويه ديال البيكربونات الصودا مع شويه ديال الخل مع شويه ديال الماء، كديروا مثلا الكوكو ولا في الكاميله اللي طيبتوا فيها اولا مثلا في المقله اللي طيبتوا فيها، تتعلو على العافيه كتخليوه يغلى شويه صافي، داكشي دغيا كيزول بسهوله ما عندكم لاش انكم تبقاو تحكوا الجيكس وداكشي كامل، لان حتى الجيكس شويه تيخرج على الماء تيخسر لهم المنظر ديالهم. غير بيكربونات الصودا والخل راهم قاضي الغرض وغادي ينقيو لكم المعان ديالكم كاملين. فبالنسبه للبيكربونات الصودا انا ديما تكون عندي في الدار هكا باش كنستعملها باش تنقي المعان وتنقي بها، مثلا باش تلصق ليا شي حاجه اولا شي حاجه يعني تنغسل بها تنرقد فيها المعان هكا باش يجوني ساهلين في الغسيل. كما قلت لكم كتاخذوا بانيو كديروا فيه واحد الكميه ديال الماء، كديروا الخل كديروا واحد جوج معالق كبار ديال بيكربونات الصودا، تحطوا فيه هاد القطبان ديالكم وكتحطوا فيه شويه ديالكم صافي، كتخليهم واحد 15 دقيقه هكا كتهزوها كتغسلوها كيوليو كيخرجوا لكم جداد بحال هكا نتوما
داكي خرجوا لكم جداد هانتوما كما كيفاش كيولغبيوهم وكتستعملوهم المرات الماجيه. بالنسبه للحيله الثالثه اللي هي كيفاش نحافظوا عليهم باش انهم ما يتصدعوش، بعد ما كنغسلوهم مزيان وتنقيوهم مزيان تناخذوا شي كلينكس بحال هكا هانتوما وتنديروا فيه شويه ديال الزيت، اي شويه ديال الزيت هانتوما، وتندوزوهم على هكا على القطبان هانتوما، كندوزوهم على القطبان كاملين، وكذلك كندوزوهم حتى على الشوايه هكا باش نمنعوا ان الشوايه ديالنا القطبان ديالنا ما يتصداوش. من بعد كناخذوا منين كنكونوا دوزنا لهم الزيت كناخذوا شي كلينكس اللي كيكون نقي وكنعاودوا نمسحوا داك الفائض ديال الزيت، وكناخذوا عاوتاني شي كلينكس بحال هكا صافي، وتنجمعوا دوك القطبان ديالنا تندوروهم في داك كلينكس. بهذه الطريقه هذه غادي تكونوا انكم ضمنتوا ان القطبان ديالكم ما يتصداو وما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه، يعني كتبقيوهم هكا كاملين بعد ما كتكونوا دوزتوا عليهم الزيت وعاودتوا مسحتوهم من داك الفائض ديال الزيت، كدوزوا عليهم شي كلينكس هكا كاملين صافي، كتحطوهم كتحتفظوا بهم راه ما تيوقع لهم حتى حاجه وما كيتصداوش. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا ان اللحم اولا مثلا منين كيبغيو يشربوا كيلصق لهم اللحم مع الشوايه تيلصق لهم مع القطبان، فالطريقه اولا كيفاش نمنعوا داك الالتصاق شنو تنديروا؟ تناخذوا هكا شويه ديال الزيت قبل ما نشويو، تناخذوا شويه ديال الزيت صافي تندوزوه على الشوايه هانتوما، زيت نباتيه تندوزوا على الشوايه كامله هانتوما غير شويه ماشي تقطر بالزيت هانتوما، كنديرها شويه في كليطه صافي تندوز هذا الشوايه ديالتي كامله باش كنمنع داك الالتصاق ديال اللحوم ولا مثلا الكبده ولا شي حاجه غادي نشويها ما كتلتصقش ليا في الشوايه وكتخسر ليا الشوايه ديالي. بالنسبه حتى القطبان حتى هما تندوز عليهم هكا شويه ديال الزيت هكا في كلينكس هكا صافي، تنعمروهم باللحم ديالنا وتنستعملوهم هكا، كنمنعوا ان اللحم تلتصق لينا في القطبان ديالنا اولا في الشوايه ديالنا، وكتسهل القضيه هذه كتسهل عليكم حتى الغسيل ديال هاد القربان ديالكم وهاد الشويه ديالكم. بالنسبه للحيله الاخيره اللي غادي نذكر معكم، كما كتعرفوا اننا في عيد الاضحى كنستهلكوا بزاف الشاي اولا اتاي، وهكا كنديروا فيه النعناع. بالنسبه للنعناع طريقه نوريكم واحد الطريقه هكا سهله باش انكم تحتفظوا به، كتشريو الكميه ديال النعناع لانكم غادي اللي غادي تستهلكوا في ديك في ديك المده. شنو تنديروا لها؟ تناخذوا هكا مثلا بحال شي شبكه هكا اللي كيكونوا عند فيها الثقيبات اولا هكا كتكون فيها هاد العوينات بحال هكا، شنو تنديرو؟ تناخدو هاد العويدات هادو ديال النعناع تندخلوهم من هنايا هانتوما، ملي كندخلوهم راه تنخرجو هاد العود من هنايا، من بعد كيبقاو لينا غير هاد الوريقات هادو هانتوما، كيبقاو لينا غير هاد الوريقات هادو ديال النعناع شتو. صافي كنكمل بنفس الطريقة حتى كنكملو النعناع ديالنا كامل، من بعد كنديرو هكا فشي طاسة وكنحتفظو بيه غير في التلاجة هكا راه متيوقع ليه حتى شي حاجة صافي، وكنستعملوه ملي كنبغيو نشربو اتاي اولا شي حاجه كيجينا ساهل باش اننا كنستعملوه.